بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن صلاة التطوع، ويكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب تركها، لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. وجملة السنن الرواتب 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2. فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب لإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تتنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وآكد هذه الرواتب 2 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر، وأما ما عدا 2 ركعة والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. والسنة تخفيف 2 ركعة لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف 2 ركعة قبل صلاة الصبح، ويقرأ في 2 الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. وفي 2 قل هو الله أحد، أو يقرأ في 1 منهما قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في 2
قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية التي في سورة آل عمران. وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيها المستمع الكريم، إذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود. ويقضي الوتر مع شفعه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. أيها المستمع الكريم، حافظ على هذه السنن الرواتب، لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص، والإنسان معرض للنقص والخلل، وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصه. فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك أحوج ما تكون إليه. وهكذا كل فريضة من فرائض الإسلام يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر نقصها وتصلح خللها. وهذا من فضل الله على عباده، حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل الحديث عن صلاة التطوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.